وعزهم بدينه وأكرمه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى أعظم اسمه جعل المفاهاة سببا لاحقا وأمرا مختارا أو شجاء بالأرحام وألزم الألام وقال كلا المكافئ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسترا وكان ربك قديرا وأمر الله بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا ايها الحاضرون اوصيكم نفسي بتقوى الله ولا تبالغوا فتقوه كما قال تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فيا محمد صلى الله عليه وسلم خذوا من امر الله به بالمعاشره بالمعروف او بالسلم والاحسان بسم الله الرحمن الرحيم. مسلم بسم الله الرحمن الرحيم. يا مصلح أنكحتك وزوجتك مخطوبتك الكريمة ديان قدريان بنت محمد صاحب مولية أبيها بتوكيد وليها إلي في نكاحها وتزويجها منك بمهد وعد بنت بي حالا وأنتم تحقق وتطبيقها في المهد المذكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانا رب العبد العظيم ما شاء الله لنا وما لم يشاء منا حولنا ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعفنا ولا تهنا واعفنا واغفر ولا تحرمنا وارحمنا وارفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز بينهما كما اعتقدنا اجل الرحمات واعز بينهما كما اعتقد بيت يوسف وزليخا واعز بينهما كما اعتقد بين سيدنا علي وفاطمه الزهراء واعز بينهما كما اعتقد بين رسول الله وخديجه الكبرى واعز بينهما